أنا حسب قراءتي للقانون يعتبر يعني هدر المال العام هو جريمة بالقانون. لكن للأسف إحنا ببلدنا اللي يسرق واللي يهدر بالمال العام جاي يكرم، وهذا اللي جاي نشوفه. سيد علي أنا طلبت من عندك أكثر من مرة والعام انتهى، فإن شاء الله توعدني يكون بداية العام اللي يجي أنه وردت أنه تتناول موضوع الأجهزة القمعية اللي تأخذ رواتب، وبعد أضيف لك عليها الأردنيين اللي يأخذون رواتب وكذلك المصريين. واكتشفت الآن أطباء في المخابرات يشتغلون بالعراق هم السوريين والسودانيين هم يأخذون رواتب. طيب أنا وعدك، أنا وعدك في سنة أوعدك في سنة 2021 راح تكون أكو حلقة خاصة إذا أنت طالب من عندي أكثر من مرة. جزء أنا ناسي بعد ما أعرف هذا الموضوع إذا فعلا طالب من عندي. أنا أتأمل دائما بيك كل الخير، لأن أنت عدك الحرص وعدك الغيرة على الناس وعلى شعبك. شكرا جزيلا. وأتمنى من القانونيين دولة والسياسيين المأجورين بالحقيقة وجزء من الإعلاميين كن بالسنة الجديدة ما يضمون يصفطون على الناس أحاديث صارغة مثل ما شفنا. وأنت شاهد أنا وقناتكم بعض زملائك استضافوا عدة صحفيين وقانونيين وسياسيين يتحدثوا أنه المال العام هاي الشريعة مال ربحها هي نهضة المال العام. أنا أسألهم سؤال الآن، هذا السؤال أسألهم في دولة 28,000 وكل المؤسسات تقول قسم مستلمين مرتب وقسم ما مستلمين. أين أنتم من 37,000 مروج معاملة مال شهيد وهو إرهابي؟ أين أنتم باحتراف الأعضاء مع الإقليم كردستان 17,000 من البتة مع سوريا يقاتلون كردستان يقاتلون الجيش العراقي ويستلمون فلوس؟ أين أنتم من 551,000 مجرم؟ وأنا قلت عندي أصدقائهم صيرة فاتحة ونوم لضباط مخابرات حتى من الناصرية لسوريا والأردن والعراق. أين أنتم؟ أتمنى بالسنة الجديدة ضميركم يصحى وتوصلون صوت صح وتنقلون معلومة صحيحة للناس وتكونون جزء فاعل ببناء العراق، مو تكونون مأجورين.